النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في طقس العرب، والتي تشير تقريبا إلى تواجد كميات من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب أغلبها من النوع المتوسط والعالي غير الممطر، مرافقة لتأثير منخفض جوي خماسيني متمركز تقريبا إلى الشمال الغربي من الأراضي المصرية. هناك أيضا عبر ذات صور الأقمار الصناعية وجود أتربة ورمال واضحة عبر هذه الأقمار في السواحل الشمالية للأراضي المصرية. منخفض جوي خماسيني يبدأ بالتأثير على المملكة اعتبارا من ساعات هذه الليلة، بحيث أن هذه الليلة الليلة القادمة يتوقع أن تكون هناك درجات حرارة، أو يتوقع أن تكون درجات حرارة أدفى بكثير مما كان عليه الحال خلال العديد من الليالي الماضية. ربما تكون الليلة القادمة هي الليلة الأدفى منذ بداية الموسم المطري. هذا مرده طبعا من وجود المنخفض الجوي الخماسيني نحو الشمال من الأراضي المصرية، الأمر الذي يعمل في العادة إلى في مقدمات هذه الأحوال الجوية الخماسينية بحدوث ارتفاع كبير على درجات الحرارة. هذا ما تشير إليه ذات خرائط الكتل الهوائية واستشعارها عن طريق النماذج العددية الحاسوبية. فسنلاحظ أنه غدا الأربعاء يتوقع أن يتدفق هذا الهواء الساخن باتجاه المملكة، المشار إليه باللون الأحمر كما تلاحظون. كافة المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط ومصر يتوقع أن تتعرض لحدوث ارتفاع حاد وكبير جدا على درجات الحرارة. إذن هذا اليوم كما سنلاحظ، هذا اليوم غدا الأربعاء كافة المناطق ستتعرض لارتفاع درجات الحرارة. يوم الخميس يتوقع أن يتحرك هذا منخفض الجوي الخماسيني ليتمركز إلى الشمال من الأراضي السورية، وبالتالي مناطق واسعة من المملكة تبقى ضمن تأثير درجات الحرارة المرتفعة. أيضا بالرغم من حدوث تراجع درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام. ولكن اعتبارا من يوم الجمعة يتحول، أو ليلة الخميس على الجمعة، يتحول هذا المنخفض الجوي الخماسيني إلى منخفض جوي شتوي مصنف حاليا من الدرجة الثانية، وهو قابل للتطور وسيؤثر على المملكة بتقلبات جوية حادة بمشيئة الله تعالى. كما نلاحظ هذا اللون الأخضر يعني وجود انخفاض هائل وكبير جدا على درجات الحرارة يوم الجمعة، وتعود الأجواء لتصبح باردة نسبيا بشكل عام. من الظواهر الجوية الأساسية المرافقة لهذا المنخفض الجوي الخماسيني تبدأ يوم غدا أن تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية المتمثلة بالأجواء الدافئة والجافة والمغبرة. غدا من المتوقع أن تنشط سرعة الرياح كما تلاحظون بهذه الألوان الجنوبية الغربية بمشيئة الله تعالى، ونشاطها أيضا يكون في شمال الأراضي المصرية، وبالتالي موجات من الغبار يتوقع أن تنتقل من شمالي الأراضي المصرية وتلك تتشكل محليا فوق المملكة، مما سيعمل على أن الطقس سيكون غدا مغبر بشكل عام، وخاصة مع ساعات العصر والمساء. ليلة الأربعاء الخميس الطقس سيبقى خماسينيا أدفأ من المعتاد وجاف ومغبر أيضا، وبالتالي غدا مع ساعات المساء والليل ترتفع نسبة الغبار في الأجواء، كما من المتوقع أيضا أن تتدنى مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. ولكن يوم الخميس بمشيئة الله تعالى مع تحرك المنخفض الجوي الخماسيني باتجاه الأراضي السورية يتوقع أن تنشط بشكل واضح وكبير سرعة الرياح الجنوبية الغربية للغربية في كافة مناطق المملكة، وبالتالي الطقس يوم الخميس سيتميز بسرعة نشاط الرياح وأيضا بارتفاع مستوى الغبار في الأجواء في المناطق الغربية من المملكة. ولكن في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يتوقع أن تتعرض تلك المناطق إلى تشكل موجات غبارية كثيفة قد تصل إلى حدود عواصف ترابية ورملية في تلك مناطق البادية الجنوبية والشرقية، مما يؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها بشكل عام. لاحقا واعتبارا من ليلة الخميس على الجمعة كما ذكرنا، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يتحول المنخفض الجوي الخماسيني إلى منخفض جوي من الدرجة الثانية، هو شتوي الطابع مرفق بجبهة هوائية باردة عالية الفعالية. من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تعبر مع ساعات فجر يوم الجمعة جالبة معها رياحا شديدة كما
تلاحظون هذه الألوان تنوم على وجود رياح شديدة، سرعة هباتها تصل إلى ما يزيد وما يفوق 100 كيلومتر في الساعة، وذلك في كافة مناطق المملكة. وبالتالي الطقس سيكون ليلة الخميس على الجمعة طقسا عاصفا للغاية ورياحا شديدة للغاية. أيضا هذه الرياح تؤدي إلى تشكل عواصف ترابية بشكل واسع النطاق في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. ذات الجبهة الهوائية الباردة يتوقع أن تجلب بعض الأمطار أيضا مع ساعات صباح يوم الجمعة، سنتحدث عنها بعد قليل. هذه الرياح يتوقع استمرارها طيلة ساعات نهار يوم الجمعة، وتبدأ بالتراجع التدريجي مع ساعات مساء يوم الجمعة. ذات الجبهة الهوائية الباردة مشار إليها في هذه الألوان الأزرقاء وهي الهطولات المطرية المرافقة لها، اعتبارا من ساعات فجر يوم الجمعة يتوقع أن تصل المملكة وتعمل على هطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى التي قد تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط البرد، ولكن هذا المنخفض الجوي يتحرك سريعا نحو الشرق، وبالتالي مع ساعات الظهيرة تتراجع فرص هطول الأمطار في كافة المناطق وتضعف فرص الهطول في معظم مناطق المملكة، وبالتالي فترة الهطولات المطرية تكون فترة قصيرة نسبيا تمتد من ساعات فجر يوم الجمعة وتمتد حتى ساعات ظهيرة يوم الجمعة. إذن هذا تقريبا يعني ملخص كان سريع للحالة الجوية المتوقع أن تتأثر بها المملكة خلال يعني الفترة القادمة. منخفض جوي خماسيني غدا الأربعاء، يتعمق هذا منخفض الجوي الخماسيني ليلة الخميس على الجمعة، يصبح من الدرجة الثانية، مرفق برياح شديدة جدا، سرعة هبات تصل أكثر من 100 كيلومتر بالساعة، تستمر هذه الرياح موجودة معنا حتى ساعات مساء يوم الجمعة، أمطار غزيرة مع برد متوقعة في ساعات صباح يوم الجمعة في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض المناطق الشرقية، عواصف ترابية واسعة النطاق متوقعة في مناطق عدة من المملكة سواء يوم الخميس أو يوم الجمعة. لكن نعود الآن إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. هذه الليلة يتوقع أن يكون الطقس إجمالا أدفأ كما ذكرنا بكثير مما هو كان عليه الحال في العديد من الليالي السابقة. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة فقط 14 درجة مئوية، أو يعني أقصد فقط بينها 14، يعني هي تقريبا موازية لما يسجل في ساعات النهار. درجة الحرارة هذه الليلة توازي تقريبا معدل ما يسجل في ساعات النهار في العاصمة عمان، مع ظهور بعض السحب والغيوم، وهناك احتمال ضعيف أن تشهد زخات محلية خفيفة من الأمطار الطينية الطابع في بعض المناطق. توقعات الأيام القادمة، إذا غدا أربعاء أجواء خماسينية، درجة الحرارة غدا 25 و26 درجة مئوية في العاصمة عمان، وبالتالي الطقس سيكون دافئا جدا غدا خماسينيا جافا ومغبرا أيضا. في ساعات الليل أيضا تبقى درجة الحرارة 14 درجة مئوية مع أجواء مغبرة بشكل عام. يوم الخميس تتراجع درجات الحرارة من 25 إلى 19، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها المعتادة، رياح عاصفة وأيضا توقعات باستمرار تدني المدار الأفقي وارتفاع مستويات الغبار في الأجواء. في ساعات الليل تعبر المملكة جبهة هوائية باردة تجلب الرياح الشديدة التي تفوق سرعة هباتها 100 كم بالساعة وهطول الأمطار مع ساعات صباح يوم الجمعة، وتتراجع درجة الحرارة الصغرى إلى 10 درجات مئوية. انقلاب تام على الأجواء يوم الجمعة، تصبح درجة الحرارة 13 درجة مئوية في ساعات النهار، يعود الطقس ليصبح بارد من جديد، تصبح درجات حرارة أقل من المعدلات المعتادة مثل هذا الوقت العام، ورياح قوية توقع أن تستمر بالتأثير على معظم مناطق المملكة. وفي ساعات الليل تصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتصبح الصغرى 5 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. درجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا الأربعاء في مدن ومحافظات المملكة، والصغرى ليلة الأربعاء على الخميس سنبدأها من المناطق الشمالية من المملكة، تكون في إربد 26 إلى 14، في عجون 25 إلى 14، في جرش 26 إلى 15، وفي المفرق من 27 إلى 12 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة 25 إلى 14، في السلط 25 إلى 15، 27 إلى 15 في مأدبة، 28 إلى 16 في الزرقاء، 29 درجة مئوية في ساعات النهار في البحر الميت، والصغرى 22 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك 27-15، في الطفيلة 27-14، في معان من 29-16 درجة مئوية، في جبال أشراء من 26-14، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 31 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا حوالي 23 درجة مئوية. في المناطق الشرقية من المملكة في رويشة 29-14، في الصفاوي من 30 إلى 14، وفي الأزرق من 32 إلى 15 درجة مئوية. قبل الختام توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية لنهار يوم غد، لعل أهم هذه التوصيات هو الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء ومما له ذلك من تبعات على مرضى الجهاز التنفسي والعيون وكذلك مرضى كورونا، وبالتالي يعني ينصح بضرورة إحكام إغلاق النوافذ
في ظل هذه الأحوال الجوية. الأمر الآخر هو من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في ساعات العصر والمساء والليل، وبالأخص في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة بسبب الموجات الغبارية. إذن هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى اللحظة. دائما يمكنكم تحميل تطبيق تقصى عربي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال.